يقطع اللاجئون الأمل بالعودة إلى منازلهم يوما بعد يوم بعد أن وقعت تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الموالية له، يشكون من تجاهل المجتمع الدولي لمأساتهم المستمرة منذ 9 سنوات. شردوا إلى مخيمات تفتقر للحد الأدنى من العيش الكريم هنا في ريف إدلب الشمالي. مجتمع جديد أنتجته الحرب بتفاصيله، بأفراحه وأتراحه، بمهن أصحابه. محمد حلاق من الغوطة وبائع للثياب المستعملة، آثر العمل بما تبقى معه من مال على انتظار مساعدات قد لا تأتي أبدا. احنا من زمان بنشتغل، من قبل المساعدات، قبل الحرب، قبل كل شيء بنشتغل. يعني بده يسعى الإنسان، وهي أنا ابني عمره 12 سنة كمان، علمته مصلحة حلاقة وعم يشتغل، هذا هو عم يحلق للزباين. يعني هي المساعدات احنا آخر شيء بنفكر فيه، ولا إن إجت أو ما إجت ما بنفكر فيه نهائيا. عنده صلة كاملة للبيع، يلي عنده صلة كاملة للبيع، يلي عنده. مهن جديدة فرضها واقع اللجوء، فأحمد يجمع بقايا المساعدات من البقوليات ويقايضها بمواد غذائية أخرى، أو يدفع مقابلها مالا لمن آثر بيع حصته الغذائية ليشتري ما هو أكثر إلحاحا كالدواء. شغلتي أنا بلم من العالم هالعديس هالحمص هالمواد الغذائية، بشتريها بتاجر فيها للتجارة. يعني أكتريت عادي الشباب، أكتريت عادي، يعني مثل أنا عندي آلية مطلب ترزق الله عليها. صيدلية وخيمة للبقالة، وأخرى للخياطة، وثالثة لتصليح الأحذية، ومحل طيني لإصلاح الدراجات الكهربائية لمن يحظى برفاهية امتلاكها. هي محاولات للحفاظ على الكرامة الإنسانية والعيش في زمن الموت والانتظار. يحاول السوريون ألا يكونوا عالة على أحد، فيعملون بمهنهم الأصلية بما تبقى من مال جلبوه معهم من مدنهم الأصلية، أو يخترعون مهنا فرضتها عليهم الظروف هنا. إلاف ياسين، العربي، مخيم أطمة.